مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا بيت الداء والدواء. أنا محدثكم جمال الشريف، وزي ما عودناكم معنا الدكتور سامح مصطفى. أهلا وسهلا فيك دكتور سامح. أهلا أهلا، إزيك دكتور جمال؟ أخبار حضرتك إيه؟ طمني عنك. الحمد لله، أنتوا طمنونا عنكم. الأخبار عندكم كانت للأسف مش بالجيدة قبل يومين. طبعا الحقيقة يعني أنا قبل ما نبتدي عايزين نقرأ الفاتحة للناس اللي ماتت الله يرحمها، وبعد كده أقول لك أنا إيه الأخبار عندنا عاملة إزاي. تعال نقرأ الفاتحة وبعد كده نتكلم. والله أنا المفروض دلوقتي الساعة 7 أكون مع أولادي في لندن مسلم موسك، عاملين وقفة مع الكوميونتي عشان نقول إن اللي حصل ده يعني شيء مزعج جدا ومؤلم جدا لكل إنسان، أيا كان الإنسان ده دينه إيه أو أيا كان الإنسان ده مرجعيته إيه. ده عمل همجي، عمل بربري، عمل عنصري، قول زي ما تقول. الحقيقة أنا قررت ما أروحش مع أولادي عشان أجي عندك في البرنامج وأقول الكلام ده لممكن عدد أكبر من الناس اللي أنا ممكن أشوفهم هناك. إحنا كلنا عايشين في البلد، في كندا هنا، والحمد لله الحقيقة بنستمتع بإحساس عالي من ان احنا مش حاسين ان احنا مغتربين. احنا بقى لنا مده هنا، ما حدش دسنا على طرف، الحكومه بتتعامل معانا بشكل كويس، وخدنا الجنسيه واحنا كنديين زي اي حد تاني. النقطه اللي انا عايز اقولها لكل بني ادم سمعك، خصوصا ان القناه دي موجهه للكنديين العرب اللي موجودين وعايشين هنا على ارض كندا، لو احنا ما قدرناش يبقى لينا ناس سبورترز من جميع الأعراق ومن جميع الألوان، محدش هيسمعنا. عشان لما أنا أقول وأنا مصري عربي مسلم ليه بيحصل فيا كده، هيقول عشان هو عربي ومصري ولا مسلم. لكن لما يجي واحد مش من جلدتي ومش من ثقافتي ومش من خلفيتي يكون شايف ان اللي بيحصل ده شيء غير مقبول، هيخلي الناس كلها تسمع. عشان كل واحد بيعرف يسمع الكوميونتي بتاعته، كل واحد بيعرف يسمع الباك جراوند بتاعته، كل واحد بيعرف يقنع ويبقى عنده اساليب الحوار مع الناس اللي في المجتمع بتاعه. لو الكلام ده ما وصلش بعنف، هيفضل يحصل فينا اللي بيحصل ده. لا احنا نقبل نشوف حد على وجه الارض بيحصل فيه الكلام ده، ولا نقبل يحصل فينا احنا الكلام ده، عشان الكلام ده بيحول البني ادمين الى ما هو اقل من الحيوانات. يعني الحيوان لما بنلاقيه بيحاول يهجم على حيوان تاني او يقتل حيوان تاني، بيقتله عشان ياكل. يعني سنة الحياة ان هو بياكل، زي ما احنا كده، في مننا اللي بياكل الحيوانات، وفي مننا اللي بياكل النباتات، وفي مننا اللي بياكل الاسماك. دي سنه الحياه ان احنا نعيش. لكن ان احنا نقتل واحد عشان مش عاجبنا منظره، ان احنا نقتل واحد عشان مش عاجبنا دينه، ان احنا نقتل واحد عشان مش عاجبنا لونه، ده قمه يعني القرف للكائن البشري. ويا ريت اللي سامعني يعرف، مش ان انا بكلمك يبقى انا كده عملت اللي عليا. أنا أهم دور أقوله لما أقول لصحابي اللي مش من جلدتي اللي حصل ده إيه رأيكم فيه، وأطلب منهم يقولوا لكل الناس. الرسالة مش هتنتشر لما أنا أقول لك يا دكتور جمال، ولا طيب. أنا أقول ل17,000 ولا 18,000 ولا 20,000 ولا 100,000 اللي بيتابعوك، ولا هم يقولوا للي بيتابعوهم، ولا أنا أخش على الفيسبوك وأعمل شير للكلام ده عشان 90% العرب اللي معايا في الفيسبوك يقولوا يا عيني. لأ، أنا لما بعمل ده على الفيسبوك بعمله عشان 10% اللي مش عرب يشوفوا، وده الناس اللي أنا عايز أعمل الريسبونس يوصل لهم والكلام عشان يعرفوا. زي ما ناس عرفت تشوه المسلمين
وزي ما الناس عرفت تسيطر على المتخلفين المسلمين عشان يعملوا أعمال ملهاش علاقة بالدين، وإحنا دلوقتي بنجني ثمار هؤلاء المسلمين اللي ما بيفهموش في الدين. وإن لم يكن أعتقد إن أنا صعب إن أنا أطلق عليهم كمان لفظ إن هم مسلمين، عشان ده بيأذيني أكتر ما بيأذي حتى. يعني المسلم اللي بيأذي حد غير مسلم هو بيأذي أخوه المسلم بشكل غير مباشر بشكل أقوى. إحنا في الآخر دلوقتي بنجني ثمار هؤلاء البشر اللي أذونا. طيب ما ينفعش بقى نسيب الكلام ده وما نقولش اللي غير بيض، عشان يعني يبقى الناس كلها متوحدة في المبدأ العام اللي احنا بنتكلم فيه. يا رب الناس يعني يا رب الناس اللي ماتوا دول، يعني عيلة تشردت اتبهدلت بصراحة. يعني واحد طالع يتمشى هو وأمه وحماه ومراته وبنته وابنه، يوم يجي الراجل عليهم كده بعنف على خط المشاة واقفين كده لا بيهم ولا عليهم في البانديميك اللي احنا فيها دي، يوم شايلهم كلهم يعني بسرعة وببلان وبحسبة عشان يقتل أكبر قدر ممكن منهم. يعني الله لا يسامحه وربنا يا رب كده يعني ينتقم منه. ده اللي احنا أنا أضم صوتي إلى صوتك، أتوقع جميع المشاهدين يضموا صوتهم إلى صوتك، وندعو إلى اللي يعني توفوا بالرحمة والمغفرة، نحتسبهم عند الله شهداء. وندعو للطفل الصغير أنه يقوم من مرضه والكسور اللي فيه ويعود سالم معافى، ولكن أكيد المشكلة الحالة النفسية والصدمة هاي اللي حيكون فيها لسنوات وسنوات. الله يعينه، يعني الله يعينه ويقوي يا رب. يا رب يعني صعب صراحة نتكلم عن شيء آخر، ولكن موضوعنا برضو موضوع مهم، وإن شاء الله جميع إحنا هنسوي حلقة خاصة في هذا الموضوع قريبا إن شاء الله، ونتكلم فيها عن موضوع العنصرية والإسلاموفوبيا في كندا، وحنستضيف ناس اختصاصيين. اليوم الدكتور سامح حنتكلم شوية عن موضوع الدايت، حندخل في موضوعنا. زي ما حكينا إنه موضوع الدايت موضوع كبير جدا، نعم، ويدخل من يبحث فيه في دوامة أنا أسميها دوامة لا نهاية. أخذ هذا النوع زي اللي رايح على السوبر ماركت وبده يختار نوع وبيحاول إنه يختار أفضل نوع، طبعا كل واحد بده الأفضل، ولكن للأسف ما في حدا يدله على النوع الأفضل. طبعا إحنا صراحة ما كان في عندنا دايت قبل يمكن 100 سنة، لما بدأنا نبدأ نغير أكلنا من أكل طبيعي لأكل مصنع ومفرز ومعلب ومهدرج وGMO ومغير محسن جينيا، بدأت المشاكل تظهر وبدأت السمنة. فأكيد بدأ اندستري جديد اسمه اندستري دايت، صار كل واحد يبدأ يألف دايت زي اللي بألف كتاب. وطبعا كل دايت له حسنات وله سيئات. فاليوم أنا وياك بدنا نمسك الدايت هدول ونقارن بينهم. أنا عارف يمكن تأخذ حلقتين، لكن بدنا نعطي المشاهد الزبدة، لأنه أنا عارف أنت هتحكي لي أنه فيش الدايت السحري، ولا لا يا دكتور؟ الله ينور عليك. المقدمة اللي أنت قلتها دي مقدمة جميلة جدا، ومقدمة لازم كل واحد يعرف كويس قوي أن يعني لما حضرتك كنت بتقول بقينا عاملين زي السوبر ماركت، الواحد بيدور ايه الحاجة اللي حلوة، ايه الحاجة اللي تنفع معاه، الدايت بقى حاجة زي كده. اولا مبدئيا كلمة دايت انا كلمة ما بحبهاش، انا ما بحبش كلمة دايت، عشان كلمة دايت بتخلي البني ادم، ويركز كويس الناس معايا في الكلام ده، يبقى باي ديفولت بيقول لنفسه أنا في رحلة لها بداية ولها نهاية، ومع نهايتها فأنا خلصت السباق وحققت النتيجة، وأنا الحمد لله حاليا ممكن أرجع للطبيعة. لكن الواقع إن خروجك من الطبيعة هي اللي أدت بيك إلى الزيادة، وبناء عليه لابد أن ترجع إلى الطبيعة. ما تعانيش بالزيادة. دايما بقول للناس اللي بيتصلوا بيا أو عايزين ياخدوا نصيحتي أو اللي عايزين يشتركوا معايا وأساعدهم، بقول له لو اللايف ستايل بتاعتك كانت
كويسة ما كنتش جيت لي تطلب المساعدة. صحيح. لكن نتيجة ان اللايف ستايل بتاعتك اختلفت ونتيجة اختلافها حصل لك اوفر ويت او اوبيسيتي او بقيت موربدلي اوبيس، يبقى انت هنا اللايف ستايل بتاعتك باظت وعايزين نحطك على لايف ستايل جديدة فيها ميل بلان تخليك تعرف يعني ايه اكل هيلثي وتعلمك نيوتريشن بشكل كافي، ان سيادتك لما تخلص معايا الشغل بتاعنا مش عايز اشوفك الا وانت جسمك جميل وتقول لي كتر خيرك ساعدتني، مش تجي لي تاني تقول لي انا اتخنت وعايز اخس. الدكتور معلش انا بدي استوقفك هون، الفرق بين الدايت واللايف ستايل زائد ميل بلان. انت حكيت لي انا ما بدي دايت، انا بدي لايف ستايل زائد ميل بلان، لو تعطينا الفرق بينهم عشان الناس تكون اوضح. الفرق كالتالي، انا اجي اقول لك انت عايز ايه يا دكتور جمال، تقول لي انا يا سامح عايز اخس 20 كيلو، اقول لك خلاص هقوم انا حطك على دايت، الدايت بتاعنا ده هيخليك تخس 20 كيلو، تقول لي حاضر. وهما يقول لك ايه بقى، اسمع بقى، اسمع بقى، يعني هقول لك حبه حاجات انا سمعتها. اوكي، انا لا بوينت فينجر على بني ادم معين ولا بوينت فينجر على دايت معين، بس انا اقول لك كلام سمعته. انا عايزك بكره تقشر التفاحه وتاكل بقى القشر يا ريس عشان تخس بسرعه. واحد يقول لك لا بص بقى يا سيدي، انت الاسبوع الجاي كله ما تاكلش الا موز فتلاقي نفسك انت ايه خسيت. واحد تاني يقول لك لا 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 بص بقى ما تاكلش الا فات، تاكل فات 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 فات، يعني صاحي جعان تاكل فات، وعطشان تاكل فات، ويعني نفسك تتسلى كل فات. واحد تاني يقول له لا 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 الكلام ده كله ما ينفعش، صوم. يعني صوم يعني كم ساعه؟ يا سلام بقى، يومين ثلاثه اربعه كده لحد ما تموت صوم. هو في ايه؟ يعني ده ايه بالظبط؟ ده يعني معلش الناس اللي عندك ما يعرفونيش، انا بسميه ده حشيش يا سعاد. البني ادم اللي عايز جسمه يتظبط لازم يعرف ان البني ادم ده بيتكون من ثلاث محاور رئيسيه: صحتك الجسديه، يبقى دي كده الفيزيكال هيلث، وصحتك النفسية ودي اللي اسمها المنتال هيلث، وصحتك الفسيولوجية وده اللي اسمه الفسيولوجيكال هيلث. عشان أفهم يعني إيه فسيولوجيكال هيلث، أعرف إن كلمة فسيولوجي يعني وظائف الأعضاء، علم وظائف الأعضاء هو اسمه علم الفسيولوجي. نعم. فأعرف إن كل الأعضاء متصلة ببعض، الليفر بيعمل ديتوكسيفيكيشن للجسم، والكيدنز بتعمل ديتوكسيفيكيشن للبلد وبتاخد الحاجات اللي فيه وبيمشي، والجسم كله بيبقى فيه فري راديكلز لما بينام، البينيال جلاند بتعمل ديتوكسيفيكيشن للفري راديكلز. اوكي، والهارت بيعمل سيركيليشن للدوره الدمويه كلها، واللنجز بتاخد الاكسجين عشان يساعد في البيرنينج والميتابوليزم، والثايرويد جلاند بتساعد البني آدم عشان الميتابوليزم ويحرق الأكل فيديله طاقة، وكل دول كونكتد ببعض. اللي أهم من ده في حاجة اسمها الجت برين أكسس. يعني إيه الجت برين أكسس؟ يعني الجهاز الهضمي والجهاز الدماغي أو العصبي مرتبطين ببعض، وفي بينهم العصب الحائر بيكونكت الاتنين دول مع بعض. فلازم البني آدم يعرف إن مش حاجة واحدة بيأكلها هتفيده صحياً، بل بالعكس سوف تضره صحياً. طيب. عندنا البني آدم جسمه بيتكون 56% من خلايا جسمك يا دكتور شريف مش خلايا بني آدم، دي خلايا بكتيريا وفيروسات وكانديدا وحدث ولا حرج ومايكروفلورا. فعشان كل الخلايا دي تعيش مع بعض in harmony، دي وظيفة
الاميون سيستم. سامعين انا بقول ايه؟ الاميون سيستم وظيفته مش ان يحميك من البكتيريا والفيروسات. الاميون سيستم وظيفته ان كل الخلايا دي لو خشت جوه المحتوى ده تعيش مع بعض ان هارموني، ما يبقاش فيه جزء منهم يحصل له اوفر جروث، فيبقى عندي اوفر جروث بكتيريا فيحصل لي اللي بيسموه البكتيريا الانفكشن، يبقى عندي اوفر جروث من فيروس فيجي لي فايرال انفكشن، وابتدي اخد انتي فايرال او ابتدي اخد انتي بكتيريال او انتي بايوتيك عشان اقلل الاوفر جروث ده. لو الاوفر جروث ده قل لدرجه تخلي كل الخلايا دي عايشه ان هارموني، يبقى البني ادم ده مش هيحس باي سيمتومز. فلما البني ادم يجي لي ويقول لي انا عايز ايه او ايه اللي انت بتريكومندو، انا بقول انا عايز اتشينج الجات مايكروبايوم، عايز ادخل لك خلايا فيها دايفيرسيتي عشان يبقى الجسم كله عايش مع بعض ان هارموني، عايز اخلي عندك كل الفايتوكيميكلز اللي انت محتاجها عشان تاخد الاوبتيمم فانكشن لكل الخلايا بتاعتك، عايزك تاخد حاجه تسبورت المايند هيلث، عايز تاخد حاجه تسبورت الاورجان فانكشنز، عايز تاخد كل الفيتامينز والمينرالز عشان تبقى جسمك شغال up to the max. مش هديك حاجة تدخل لك low energy فتبقى مش عارف تجيب الانرجي منين، فتقوم خاسس وتقوم عيان وشعرك يقع وجلدك يقشف وحالتك تبقى حالة وتبقى هتموت عشان عايز تخس، ما ينفعش. ده وجهة نظري في الدايت versus ان يبقى عندك complete meal plan within a lifestyle program يخليك تقدر تنافيجيت through اللايف وتعرف where you were and where you are, what is the difference, who I was, who I am, and now I'm a completely different person, I'm completely transformed to the better. واضح جدا. خلينا نبدأ الآن دكتور أنا وياك نتكلم بشكل عام عن هدول الدايت واحدة واحدة نمسكهم، لأنه كل واحدة لها حسنات ولا سيئات. أول واحدة اللي هي one type of food, grapefruit diet. خس ملفوف، موز، تفاح، نوع واحد لمدة أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، whatever. حكينا عن هذا الموضوع، يعني معظم يمكن الشغلات اللي حكيتها جريب فروت، I think الملفوف هدول المشهورين كتير، التفاح والموز هدول أشهر دايتس. شو رأيك فيهم؟ ده ما لهمش أي 30 لازمة، واللي بيعملهم بيأذي نفسه. ولو حد من اللي سمعني دلوقتي بيعمل حاجة من دول، توقف عن هذا حالا، لن تجني من هذا إلا دامج لجسمك، عشان جسمك لما ربنا خلق الكون خلقه بحكمة، ومفيش حاجة خلقت بدون حكمة، ومفيش حاجة بتاخدها غير مفيدة. يعني لما تيجي تقول لي تحب طبق السلطة يبقى عامل ازاي، اقول لك يكون colorful، with the more colorful your salad the better it is. في حاجه اسمها الفايتوكيميكلز يا دكتور، الفايتوكيميكلز دي الماده التي تضيف لون مختلف على الاكل اللي انت بتاكله. فنبص نلاقي الذره لونها اصفر، نبص نلاقي البرتقال لونها برتقاني، ونبص نلاقي ان في حاجه لونها بنفسجي زي الورق اللي في الخس في الاطراف لبعض انواع الخس، ونلاقي في لون اخضر، ونلاقي في لون احمر زي البرتقال زي الفراوله، ونلاقي فوق في لون مخضر شويه زي الافوكادوز، وفي نلاقي لون بني زي القهوه. كل الالوان دي بتريبريزنت فايتو كيميكلز معينه ليها فايدة معينة تفيد الجسم. على سبيل المثال البلو بيريز فيها البوليفينولز، والبوليفينولز مهمة للمنتل هيلث، فيقول لك خد بلو بيريز عشان تبقى ذكي. طب احط بقى على دايت كله بلو بيريز، انت كده بتعك خلاص كده، لان البلو بيريز فيش في كل حاجة بدك اياها يعني. بالظبط كده. يجي واحد يقول لي طيب انا عندي سكر والدكتور قال لي بلو بيريز، ما كلش غير بلو بيريز، اقول لك الدكتور عايزك تاكل حاجه فيها لو جلايسيميك اندكس خلاص، عشان لما تاكلها ما ترفعش سكر الدم جامد ويجري الانسولين يجري وراها
وسيادتك عندك اوريدي انسولين ريزيستنس، فالانسولين اللي هيطلع معاها مش هيشتغل، فالبنكرياس هيبقى عليه لود، فتلاقي نفسك تعبان. فبيبقى عايز يبقى حريص ان يبقى عندك اكل، الاكل اللي بتاكله دايما الجلايسيميك اندكس بتاعه قليل عشان ما يعملكش مشاكل، فتقدر يبقى عندك وقت جسمك يريكفر من الانسولين ريزيستنس. ده اللي الدكتور عايزك تقوله. تقول له ايه على سبيل المثال؟ يقول لك البلو بيريز، او يقول لك عائلة البيريز. هل ده معناه ان التفاح هيطلع لي السكر؟ لا. هل معناه ان لو كلت موز هيرفع لي السكر؟ برضو لا. بل بالعكس، اقول لك حاجة بقى جميلة هنا، ان سكر الفاكهة هو سكر الفروكتوز، سكر الفروكتوز مش هيرفع سكر الدم. اللي بيرفع سكر الدم سكر اسمه سكر الجلوكوز. لما بيجي الدكتور يقول انا عايز اعرف نسبة السكر في دمك ايه، بيقيس الجلوكوز في الدم مش بيقيس الفروكتوز في الدم. والفروكتوز التمثيل الغذائي بتاعه بيحصل في الكبد، وبينتج عنه ترايجليسرايد، ملوش اي علاقة خالص بالجلوكوز. فلما تيجي تقول لي الناس بتوع الكيتوجينيك دايت بيقولوا اوعى تاكل عشان لو كلت الفاكهة هتطلع بره الكيتوزيس وهتلاقي نفسك انت عندك الجلوكوز في الدم بيعلى، يعني الكلام ده يعني مش منطقي. لكن هو ليه بيقول لك ما تاكلش فاكهة؟ عشان هو عايز يبقى عندك حاجة اللي بيسموها ميتابوليك شيفت. انا اتكلمت في الكيتوجينيك دايت الاول عشان من الحاجات المشهورة اليومين دول الكيتوجينيك دايت. يس هنرجع لها اكيد يعني. يس الكيتوجينيك دايت يا جماعة is not the natural way of your metabolism. انا بتكلم عربي وانجليزي عشان الناس اللي قاعدة بتتكلم معايا هم بيفهموا انجليزي وبيفهموا عربي، احنا كنديين عايشين في كندا وعربيين من الاصل. خلاص، يعني ايه metabolic shift؟ يعني your normal metabolism has been shifted to a completely different metabolism. نوع اخر تاني. يعني instead of using your glucose as your main source of energy, you are going to use ketones as the main source of energy. What that means, in order to achieve this metabolic shift, I have to aggressively eliminate anything that might be converted into sugar. خلاص؟ أي حاجة ممكن تتغير لسكر ممنوعة. I want to force your system. أنا عايز أضغط على جسمك كده وأقول له you've got nothing to do but adjusting fat. Okay. That's the only option. وأحط الجسم في stress because the system all want to figure out what you're doing. دي حاجة مهمة أول لازم تعرفها. إن you're not controlling your system. In fact, your system is controlling you. It's the other way around. في ذكاء داخلي. Yes. طبعاً. السيستم عارف. ربنا خالق السيستم ده عارف هو عايز ايه وعايز يفهم، والسيستم دايما شايف انت بتعمل ايه ويقدر يتأقلم معاه. عشان كده احنا بنتأقلم مع الظروف اللي بنحط جسمنا فيها، مش احنا اللي بنتأقلم مع الظروف، لا ده جسمنا اللي بيتأقلم مع الظروف اللي احنا بنحطه فيها. واخد بال حضرتك؟ فلما انا باجي اقول لجسمي انا ما فيش عندي اي سورس اوف انرجي الا فات، معلش انا اسف، I've got nothing to do. يعني انا مثلا على سبيل المثال نرجع كده ورا بقى بالزمن، ايام الهكسوس مثلا وايام الفراعنه وايام الناس اللي مثلا ما فيش عندهم اي تكنولوجيا لاي حاجه، والناس اللي بتعمل هانتنج، وانا لقيت نفسي عايش في صحراء وما عنديش الا خروف لقيته في سكتي، رحت دابح الخروف، رحت باكل كل يوم خروف، كل يوم ما فيش عندي الا اللية والفات 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 وحبه اللحمه اللي حواليها الفات والجلد اللي حواليه الفات، ما فيش عندي الا ده. اوكي، جسمي يموت، جسمي لازم يعرف يتصرف. عشان كده ربنا ادانا الثلاثه سورس اوف انرجيز اللي هي الكربوهيدرات والبروتينز والفات. ذوز ار سورسز اوف انرجي. لو انا خدتهم الثلاثه مع بعض الجسم بيعمل ايه؟ يخش على السكر وبعد كده يطلع البروتين وبعد كده يخش على الفات. ده في سهوله الهضم. فحتى انت لما بتخش بتدي اكلك تدي جسمك كومبلكس وكومبينيشن اوف فود، جسمك بيختار يعمل ايه الاول، مش عشان ده اسرع من ده، ده اختيار جسمك اللي بيختار يحلل. انت وضعت جسمك في المسار ده. انا باكل حاجه جسمي بيقوم داخل على الكمبيوتر كده ده الاول ده اتنين ده تلاته،
مش ده خفيفة هيخش بسرعة، لا خالص، ده واحد اتنين تلاتة. لما انا اقول بقى ما فيش واحد ما فيش اتنين ما فيش تلاتة، جسمي لازم يتصرف figure it out or I'm gonna die. طيب. ده اللي بيحطه الكيتوجينيك دايت في البني آدم. طب سريعا دكتور، في رجاء بتحكي اول دكتور بيحكي صح، عجبها كلامك بقى، خلاص خليك رجاء. عندها سؤال، اللي عنده سكر وخمول غدة شو يعمل؟ الله ينور، يشتغل على الاثنين، ما يشتغلش على حاجة واحدة. لو انت تقصدي بخمول الغدة يا رجاء، خمول الغدة الدرقية، وده اللي انا متوقعه من كلامك، ان الغدة الدرقية عندها خمول، خمول الغدة الدرقية لازم يعالج. وعلاج الخمول في الغدة الدرقية عن طريق ان السياتيك تروحي للدكتور بتاعك ويعمل لك تحليل ويشوف الرينج بتاع الغدة الدرقية بتاعك ايه، ويقول لك انت محتاجة تاخدي دواء. لو انت عندك خمول معناها ان انا اسوم ان انت عندك هايبوثايرويديزم، لو عندك هايبوثايرويديزم يبقى محتاجة تاخدي حاجة تتظبط الهايبوثايرويديزم اللي عندك ويعلي الليفل بتاع الثايرويد اللي عندك للنورمال ليفل، في جسمك يتظبط والميتابوليزم بتاعك يتظبط. بس حاجة مهمة قوي لازم تعرفيها بقى هنا يا رجاء، الغدة دي عشان تشتغل، يعني هي زي الفيهيكل زي العربية، عشان تشتغل محتاجة بنزين صح كده، ومحتاجة مية، ومحتاجة مساحات، ومحتاجة كويتش. ساعات الغدة دي بتخمل نتيجة ان البنزين مش موجود. انا لو عندي بنزين عربية تمشي مش هتمشي، يبقى انا ممكن يكون عندي عربية كويسة لكن مش ماشية، محتاجة بس اديها حبة الفيتامينز اللي محتاجها. يعني اقول دايما الناس اللي ممكن يكون عندهم هيستوري خمول غدة، اقول له خد حاجة فيها سيلينيوم، واقول له او حاطته في الميل بلان بتاعته برازيليان ناتس، عشان البرازيليان ناتس من الناتس اللي بتبقى هاي ان سيلينيوم. واقول لهم مثلا يا سلام لو تاخدوا مثلا حاجة فيها ايودين، عشان اليود ده البنزين بتاع الغدة الدرقية. فممكن اقول لهم حاجة فيها سي ويد، ممكن احط لهم حاجة فيها كلب، ياخدوا كلب سبليمنت من الدراج ستور. واقول لهم لما تيجوا تحطوا الملح يا ريت تستخدموا الملح اللي بيبقى enriched بالايودين، اللي هو السي سولت او الايودين سي سولت، واخد بالك؟ التيبل سي سولت اللي معليهوش يود مش عايزه. اليود والسيلينيوم، ولما تحط في الميل بلانز بتاعتك حاجه تديكي كونسيستنت، اسمع بقى الحته دي مهمه، consistency is king. لما يبقى عندك consistent supplementation من السي ويد او من الكلب او من السيلينيوم، ودول التولز اللي الغدة بتاعتك بتحتاجها عشان تشتغل، يبقى انا كده I'm putting my thyroid gland in the best condition to function. انا هركز على هاي النقطة دكتور، consistency. معناها انا اليوم اخذت سيويد، رحت اخذت سوشي وانبسط، بعد سنة لان السوشي غالي رجعت اكلت السوشي، هل هذا يكفي ولا لازم كل اسبوع يكون عندي consistent زي ما بتحكي؟ طب بص اقول لك حاجه، معلش انت بقى ايه يعني قلت لي كده ما اقدرش اعديها. لما اقول سوشي معناها رز، ومعناها الورقه اللي حواليها بتاعه السيويد، وما تعرفش ايه بقى الدريسنج اللي ستك حط عليها، في اللي بيحط كاتشب وفي اللي بيحط حاجات، فبلاش نقول كلمه سوشي ونقول كلمه سيويد. اوكي خلينا على السيويد. وانت عايز سبلمنت ممكن اقول لك الكلب، خلاص كده. لو انا باخد كلب بشكل كونسيستنت، واهم من كل الحاجات دي عشان ما حد يقول اصل سامح قال لي فخدت، you have to go to your doctor. Your first line of defense is to know where you are. وعشان تعرف انت فين you have to visit your doctor. ولازم تتابع مع الدكتور بشكل منتظم. تعالى بقى نخش بقى ندي ده الدبث اللي محتاجه. بص يا دكتورة رجاء وأي حد سمعني، اللعب بالهرمونات very critical. يعني ما يجيش الدكتور يكتب لي دوز واخد دبل دوز. في حاجة اسمها circadian rhythm، يعني الهرمون بيحصل له fluctuation throughout the day. لو أنا قررت أخد السينثرويد، ماشي، ده الدواء اللي موجود في السوق بيتباع للثايرويد جلاند للناس اللي عندها الهايبوثايرويديزم، and you decided to take it 6 a.m. in the morning،
you have to be consistently taking it 6 a.m. in the morning. لما الدكتور يقول لك تاخديه على empty stomach ده معناه انه ممكن يكون بيكسر والدوز بتاعته ما تبقاش as optimum as it is prescribed if you take it after meal. So you have to have it on an empty stomach. عشان كده انا قلت 6 a.m. for example. الناس اللي بتاخد السينترويد عارفة انا بتكلم في ايه او اقصد ايه. يبقى حاجتين مهمة تعرف وانت بتاخد الهرمونال ثيرابي. ان لازم التايم بتاعها يكون consistent. اقول لكم حاجة. لما الناس يكون عندها مزرعة ألبان ويكونوا بيحلبوا البقرة عشان ياخدوا اللبن لو اتأخروا في حلب البقرة نص ساعة الميلك برودكشن بيقل 50%. واو. فمعنى ذلك ان انت غيرت السيركاديان ريتم غيرت المومنتم حصل الميلكينج بروسيس ان ا ديفرنت تايم انكونسيستنسي بتعمل دروب في البرودكشن. اوكي دي هتكلم في حاجات ريليتد للباك جراوند عندي. فلما انا اجي افهم ان الهرمونال بالانس هاز تو بي كونسيستنت يبقى انا يبقى اهم حاجه لو باخد دواء اظبط الموبايل بتاعي الساعه 6 الصبح كده او الساعه 5 الصبح وانا عندي معده فاضيه كل مره ده الجرعه بتاعه الدواء بتاعتك ما تاخدهاش. يبقى دي رقم واحد تعمل حسابك فيه. رقم اتنين الدوز اللي الدكتور بيقولها لازم ما تتعدهاش او ما تكنسلهاش او ما تقللهاش. مش جايباك النتيجه اللي انت تقول للدكتور الدكتور يغيرها لك ويشتغل عليها واحده واحده لحد ما يظبطك. حاجه تانية مش عاجبك الدواء ما توقفوش. ايقاف دواء الغده مش كويس وممكن يكون مصيبه لصاحبه عشان ليه سايد افكتس والسايد افكتس ممكن فيها ديبرشن ممكن فيها حاجات انت مش عايزها. خلاص كل الهرمونات يعني هذا بشكل عام كل الهرمونات لازم تبقى حريص ولازم تبقى مرتبط مع الدكتور ولا تاخدها من دماغك ولا تزودها من دماغك ولا تقللها من دماغك ولا تقطعها من دماغك. واضح. بس نيوتريشن بقى خد بقى الفيهيكلز التانية اللي انت محتاجها عشان يبقى في اوبتيمم فانكشن للثايرويد بتاعتك. اوكي هسألك تفضل دكتور. في نقطه مهمه بس هي قالت بقى كمان البري دايبيتس او قالت الدايبيتس صحيح ده بقى غده تانية اسمها غده البنكرياس. يبقى احنا كده في الحته دي شغالين على هرمونين هرمون البنكرياس وهرمون الثايروكسين. هرمون البنكرياس شغال بالبنكرياس. لو انت عندك سكر تايب 1 دايبيتس معنى ذلك ان انت اولموست ما عندكيش بنكرياس. يبقى انت بتاخدي انسولين يبقى الانسولين اللي بتاخديه ده اللي بيبقى كنترولينج البلاد شوجر بتاعك. اوكي اند يو هاف تو تيك ات وانت هتبقي طبعا فاهمه الكومبليكيشنز. اعتقد من كلامك ان انت ممكن موست بروبابلي انت تايب 2 دايبيتس. تايب 2 دايبيتس يو هاف تو بي اوير ان الاكل بتاعك ممكن ياثر بشكل نيجاتيف اور بوزيتيف على السكر بتاعك. And you have to be careful عشان ما تضعفش البنكرياس لدرجة انك تحولك لتايب 1 وتلاقي نفسك انت يا عيني البنكرياس بتاعك باظ بايدك. اوكي فلازم تبقى حريصة في اكلك وتاكل اكل ما يعملش مشاكل في الانسولين ليفلز ودايما يبقى عندك الانسولين ريزيستنس كنترولد عشان يبقى الانسولين بتاعك شغال وما يبقاش فيه لود على البنكرياس. يا رب الكلام ده يكون فاهم. يا بتقول لك هي باخد دواء هي بتاخد دواء شكلها فتنتظم على الدواء صحيح؟ طبعا تنتظم على الدواء ولو الدواء افكتيف معاك يبقى تاخديه بانتظام. وطبعا حلو ان انت تاخدي بقى السيويد اللي احنا بنتكلم عليه. حلو ان انت تاخدي السيلينيوم اللي هو موجود في البرازيليان ناتس عشان دول البنزين والميه اللي محتاجاها العربيه عشان تبقى شغاله زي الفل. بس كده. طيب رقيه راقيه بتحكي بالنسبه للدوز نتبع الدوز اللي بعطينا دي الدكتور ولا الصيدلي؟ لأنه مرات الدكتور بقول حبة مثلا لما تروح الصيدلية بقول حبتين. اتبع كلام مين بليز؟ كلام جميل جدا سيدتي الفاضلة. الحمد لله ان احنا عايشين هنا في كندا والدكتور والصيدلي connected مع بعض on the same level. ده بيديله prescription ولو الصيدلي عنده تحفظ عنده وجهة نظر لازم يرجع يتكلم مع الدكتور والدكتور accordingly يا إما بيأجست الدوز يا إما بيأبروفر الريكومنديشن بتاعت الصيدلي. وبالتالي بالنسبة لك أنت your go-to person is your doctor. ولو الصيدلي يديكي advice you have to ask your pharmacist to communicate with your doctor
and to get adjustment in your prescription, or your doctor will decide, no, you do not need any adjustment, you're good to go. انت بتقعدي مع الدكتور بتديله الهستري، مش بتقعدي مع الصيدلي بتديله الهستري. طيب انا الحلقه هاي سؤالنا الاخير دكتور، لانه شكلنا حنسوي حلقه ثانيه عن الدايت الاسبوع القادم. حنحكي لانه طبعا يعني انواع كثيره، الليكويد دايت، الليكويد هذول اللي شغالين بس على السوائل، كل حاجه سوائل، مولينكس سوائل، حتى اللحمه بده يحطوها ويسووها سوائل. لا انا مش عارف مين اللي سأل السؤال ده، بس يعني عندي إحساس بيقول إن اللي سأل السؤال ده واحد عمل عملية تكميم معدة، أو عمل اللي هو يعني خش وقص جزء من معدته، وبالتالي ما بقاش يقدر يستحمل حبوب أو سوليدز، وبالتالي اتكتب له من الناس اللي عملت له العملية إن هو لازم يبتدي يخش على الليكويد دايت. أنا مش متأكد الكلام ده صحيح بنسبة 100% ولا لأ، بس إحساسي بيقول كده، عشان الناتشرال واي إحنا بنحب نمضغ، بيبقى فيه psychological benefits من المضغ، واحنا بنحبها كده. فما اعتقد ان اللي بياخد الليكويدز بياخد الليكويدز عشان موضوع ان هو مش قادر ياكل السوليدز. اوكي طبعا الليكويدز هنا ما عندكش اوبشن تاني ان انت تايم باي تايم تبتدي تترين your new sized stomach ان هي تبتدي تبقى adapted وتبقى expanded a little bit لحد ما بتوصل لسايز بيقلاو ان انت تبتدي تاكلي، وتاكلي بتبتدي تاكلي solids وتاخديها steps by steps عشان ما تبقاش عاملة لك complications. وبالتالي نصيحتي السوليدز اللي انت بتكلمي عليها ديت، في منها high quality، في منها low quality، في منها عليها processed يعني a lot of ultra processed ingredients، ما اقدرش اديكي فيدباك من غير ما اشوف الليبل عامل ازاي. والنصيحه بتاعتي طبعا اللي قرر يعمل لك العمليه واللي قرر يعمل لك الليكويدز، يو هاف تو جو وذ ذس بيرسون، يو هاف تو فولو وات ذس بيرسون از ريكومندينج. ده في وجهه نظري. واضح. طيب دكتور، احنا قبل ما ننهي، في الاخت او دكتوره رجاء تسال ممكن اتواصل معك؟ اذا انت شايفه على الشاشه اسم الدكتور وتحته وجنبه في الموقع pinnacle-hn.com، هذا الموقع الخاص بالدكتور، ممكن تطلعي عليه وتتصلي بالدكتور او تبعثي له مسج او ايميل، او ابعثي للقناه بتاع الدكتور جمال وهو يوصلك يعني زي ما وانا وانا هرسل لك طبعا. دكتورنا الغالي، يعني انا حابب أكمل معك، بس شكله الموضوع لسه في البداية، فحلقتنا القادمة هتكون استكمالاً لموضوع الدايت. في آخر دقيقة إذا بدك تحكي أي شيء للجمهور. اللي أنا عايزه إن اللي أنا كنت نفسي أحققه من الحلقة ديت، إن أفهم كل واحد سمعك يا دكتور إن اختلاف أنواع الدايت الحقيقية اللي ممكن يكون من ضمنها الأتكنز دايت، الداش دايت اللي هو الدايتيري ابروتش فور هايبرتنشن، اوكي الميديترينيان دايت، الدايتس دي اللي احنا بنستخدمها دي تولز لينا، احنا بنستخدمها اكوردنج لحاجات معينه، منها واحد البني ادم هل النوع ده من الدايت كونفينينت معاه، convenient مع الجيناتيك ماب او ميك اب بتاعه ولا لا، هل في ريكويرمنتس معينه زي الناس اللي عندها الصرع بيبقى حلو يكونوا على هاي فات دايت الى حد ما، لكن جنرالي سبيكينج دي تولز احنا بنستخدمها عشان نقدر نعمل تريكينج للسيستم. عشان انا واحد عندي عايز اخس 50 كيلو، لو حطيته على دايت معين الويت لوس بيبقى بيقل مع الوقت، فبحب اشفت من حاجات لحاجات within a healthy parameters عشان continue the weight loss. These are tools that we're using. لما انا واحد بيجي يقولك انا بتاع الكيتو واكن الحياه كلها ما ينفعش تمشي الا بالكيتوجينيك دايت، انا ببتدي ابقى questioning الموضوع ده. طب افرض انا يا اخي جيناتي ما بتنفعش مع الفاكهه، ليه بتغصبني ان انا يبقى حياتي كلها في الحاجات دي؟ افرض انا راجل بحب الفاكهه، ليه تقول لي ما ينفعش تاكلها تاني؟ فعايزين نبقى كده رياليستيك.
لا تجرب حاجة من دماغك. عايز تخس روح لحد يساعدك عشان تختصر الوقت in a good way. واخد بالك؟ عايز تجرب مع نفسك عادي عشان ده normal process. احنا عبقريين, ده مش rocket science. I have to try myself up to and to prove myself wrong. فدايما 90% او مثلا 95% من اللي بيقولي عارفين ان انا مش هفشل معهم. عملوا كل حاجة وحطوا صابعهم الشق. فطبعا ده مش ده الذكاء, ولكن ده اللي بيحصل. هنعمل ايه؟ شكرا لك دكتور مرة تانية. بشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا. تذكروا انه صحتك في صحنك.